كثير مبسوطة أكون موجودة، أكون مدعوة على الدورة الأولى من المؤتمر. لسه ما شفت شيء، لسه ما لحقت أشوف شيء، فهلأ جاي رح أتعرف على كل شيء رح يصير من فعاليات ومن فنانين. إن شاء الله حيكون في أغنيتين بلهجة منطقتنا، بلهجة البيضة تبع سوريا، ورح يكون في كمان إن شاء الله أغنيتين باللهجة المصرية. إن شاء الله المفروض ينزلوا بي هلأ، يعني خلال شهرين ثلاثة اللي جايين. هلأ في واحدة منهم يا ترى اللي هي أغنية فين جاجارين، خلص رح نزلها هلأ قريباً، والباقي في تذكري اللي هي غنية سورية كمان رح يكون مع إن شاء الله حملة رح تكون غالبا بيوم المرأة العالمي بيوم 8 أدار إن شاء الله. إن شاء الله يعني هو بدها تحضير شوي. الباقي الأغاني رح يكون المصري، لسه ما اخترت يعني هلأ في تحضير للموسيقى تبعهم، في واحدة منهم كتب النص تقريبا، وهلأ رح نبلش نشتغل إن شاء الله. حيكون كولابوريشن مع حدا، مع فنان مصري. عملت السنة الماضية صورت دور بفيلم بريطاني، تقريبا فيلم كان بريطاني فيه، بس القصة بتحكي قصة الناس مسافرين من سوريا على أوروبا، فكنت موجودة فيه بأول مرة بكون موجودة كدور تمثيلي كمغنية وممثلة بنفس الوقت. إن شاء الله حيكون موجود على نتفليكس ودور العرض بشهر أبريل 2022. أكيد بحب كثير، يعني أنا موجودة بسوريا بعمل تيترات مسلسلات، فما أنا شي جديد، وإنما كان أول تيتر بعمله بمصر. كثير انبسطت أنه المسلسل ما كان بس ناجح على صعيد موسم واحد، وما أنه كان مسلسل خلال موسم رمضاني فقط، وإنما كان يعني كنت متوقع بعمل مسلسل لمدة يمكن 30 حلقة أو 60 حلقة، فهو تطور وتمدد وصار في حكايات جديدة وصار في موسم تاني. أكيد كتير بيسعدني هذا الشيء أنه ضل موجودة على التلفزيون، ضل عم فوت على بيوت العالم باللهجة المصرية. كتير كنت مبسوطة بوجودها، كتير كنت مبسوطة بأنه طلعت وغنيت معي على المسرح. يعني علاقتنا علاقة طيبة. بعدها عملت حفلات، بعد هاي الحفلة عملت حفلة مهرجان القلعة، عملت كنت بالإسكندرية، عملت بدبي، عملت بمهرجان العلا بالسعودية. فلا كان في حفلات متنوعة السنة الماضية الحمد لله، بس ايه كانت حفلة الأوبرا مميزة. وإن شاء الله هلأ رح يكون في بالموسم الجاي بشهر مارتش إن شاء الله أو أبريل كمان بدار الأوبرا كمان في حفلة تانية حتكون موجودة. شوف يعني ما بتخيل في أي حدا بيغني بالوطن العربي ما بيعرف أصالة وصوت أصالة. نحن بسوريا ربانية على صوت أصالة من نحن كتير صغار، يعني هي كانت كتير صغيرة بلشت تغني، وكل شيء كان موجود مع التلفزيون بصوتها. أنا شخصيا كتير بحبها، كتير بحب صوتها، بحب عفويتها وتلقائيتها، وكنت مبسوطة بوجودها. علاقتنا أكثر على بنلتقى بالأشياء، مثلا لما نلتقى بالأشياء الرسمية بتكون علاقة كتير طيبة. أنا بس بعمل الأغاني اللي بحبها، الأغاني اللي عم فكر فيها، اللهجة اللي بحسها بكتب فيها. غالبا الأغاني اللي بكتبهم بتكون بلهجتي. هلأ في شيء أكيد بالمصري، بس غالبا إحساسي الأعلى بيكون بلهجتي ككتابة، فدايما حيكون موجود في أغاني سورية وأغاني مصرية وأغاني تونسية وأغاني حتى خليجية. أنا بحب اللهجات، بحب هذا الشيء، بحسه رصيد بيزيد من أي فنان، فأكيد لما بغني بكل اللهجات حيزيدني غنى دايما إنه غني بلهجة بلدي. انت مستقره فين دلوقتي، في مصر ولا في اوروبا؟ انا بمصر، ما بين مصر وباريس، بس اكتر صرت موجوده بمصر. ايه رايك في الوضع الحالي في سوريا؟ ولو هتوجهي الجمهور رساله لجمهورك في سوريا وفي المنطقه دي هتقولي؟ يعني بدي اقول الله يقويكم، لانه حاليا الظروف المعيشيه صارت كتير صعبه بسوريا. يعني ما اي حدا ما نوع بيعيش هاي الظروف صعب يقول اي كلمه، ما حدا بحس له حق يحكي غير الشخص اللي عايش الظرف نفسه. بس الله يقويهم، وهن اساسا ناس كثير اقوياء ليمرقوا بكل هاي الاشياء ويضلوا عايشين ويضلوا مصرين على الحياه.